بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9462. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي هذا الجمع المبارك الذي جاء من أرجاء الرياض ليجتمع في هذا البيت الطاهر من بيوت الله عز وجل. كتب الله خطاكم وجعل لكم بكل خطوة حسنة، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة في الله، محاضركم في هذه الليلة غني عن التعريف، وموضوع المحاضرة لا يحتاج إلى تعليق، والوقت ثمين. جئتم لتسمعون من المحاضر، من الداعية الشيخ أحمد بن عبد العزيز القطان، خطيب الكويت في مسجد منبر الأقصى المبارك، رد الله الجميع إلى المسلمين. وموضوع المحاضرة التوبة، التوبة التوبة. ما دمنا في حياتنا الدنيا قبل أن تحل بنا سكرات الموت، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل أن نندم ولا تساعة مندم، التوبة التوبة. شيبا وشبابا، رجالا ونساء، العودة العودة إلى الله جل وعلا. ونحن نعيش في ظل ظروف حرجة، فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، فتن تدع الحليم حيرانا. فهل من توبة يا عباد الله؟ وهل من رجعة إلى الله تعالى رجعة صادقة، وعودة إليه عودة حميدة؟ نرجو أن نكون كذلك. والآن تستمعون إلى محاضرنا، جزاكم الله خيرا، فليتفضل. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم لك الحمد، أنت الذي خلقتنا ورزقتنا
وكفيتنا وآويتنا، كبرتنا من صغر وقويتنا من ضعف، وشفيتنا من مرض، وكسوتنا من عري، وأطعمتنا من جوع، وسقيتنا من ظمأ، وعلمتنا من جهالة، وهديتنا من ضلالة، ودللتنا إليك من حيرة، وحببت إلينا الإيمان، وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ووفقتنا إلى التوبة، وأعطيتنا من قبل أن نسأل فلا تردنا ونحن نسأل يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. انصر المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، وردنا إلى الكويت ردا جميلا، واحفظ إخواننا المرابطين هناك. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، وأعنا على نصرتهم يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا التي كانت سببا في بلائنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لو كانت لنا مثل جميع حسنات عبادك ما دخلنا جنتك إلا برحمتك، ولو كانت علينا مثل جميع ذنوب عبادك إلا الشرك ما يأسنا من رحمتك، ونسألك أن تسعنا مغفرتك يا أرحم الراحمين، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، اغفر خطايانا وذنوبنا. أيها الأحباب الكرام، نتذكر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتوب ويستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا أراد أن يختم صلاته ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وخطئي وعمدي، وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي. يعلم أمته كيف تتواضع أمام الله. المعصوم يقول كل ذلك عندي. الذي تاب الله عليه في سورة التوبة يقول وكل ذلك عندي. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن ولو كان لنا في كل يوم معصية؟ بأي وجه تقابل الله خلال عمرك الطويل وفي كل يوم لك ذنب واحد؟ ذنب واحد في الشهر 30 ذنب، كم في السنة؟ كم في العمر؟
فلنتذكر أيها الأحباب أن الله قال للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون. وتوبة المؤمن، توبة المؤمن لما عمل ولما لم يعمل، ولما علم ولما لم يعلم. ولعل هناك من الذنوب لا تعرفها ويعلمها الله، لكنه يغفر ويحلم ويصبر. وما أصابك وما أصابكم جميعا من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. أسماء ذات النطاقين، رضوان الله عليها، ابنة الصديق وزوجة المبشر بالجنة الزبير، وأم الخليفة الشهيد عبد الله بن الزبير، وأخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا أصابها الصداع ماذا تقول؟ تمسك رأسها بيديها وتقول: هذا بذنبي، ويعفو عن كثير، هذا بذنبي ويعفو عن كثير. وبعض المسلمين اليوم إذا أصيب صخب وشكى ربه إلى الناس، فيشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، يتأوه ويتألم ويقول: حدث لي كذا وحدث لي كذا وحدث لي كذا. والإمام أحمد رحمة الله عليه سمعه ابنه وهو في نزعه الأخير له أنين، فقال: يا أبتاه، إن الأنين من الشكوى، فقطع الأنين حتى مات. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ الأمل الكذوب، أمل التسويف. سوف أتوب، سوف أنيب. النفس الأمارة بالسوء المسوفة تقول له: تمتع في شبابك، فإنها فرصة العمر، وآخر العمر موت. ولا تقول له: وبعد الموت بعث. إنما توهمه أن الحياة فقط هي حياة الدنيا. الأمل الكذوب يظل صاحبه يتبعه، يتبع الأمل فيقطعه الأجل. ومعظم أهل القبور ماتوا وهم مشغولون خلف الأمل، ولو بعثهم الله وسألتهم على أي شيء متوا لقال كثير منهم: متنا ولم نتم الدار، ولم نزوج الأولاد، ولم نكثر الأموال، ولم نحصد الزروع. كثير منهم يموت ويوصي أبناءه: اقبضوا قيمة الشقة الفلانية والشقة العلانية، ولا يتذكر شق الأرض الذي فيه يلحد. ولا يبقى للإنسان إلا أمل واحد: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب،
والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. من ينجو من العيوب؟ من ينجو من الذنوب؟ إذن التوبة 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 التوبة. وأسفاه على لحظات التوبة ساعة الأسحار عند وجوب الاستغفار، يوم ينزل الجبار إلى السماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له؟ وينام العاصون ويستيقظ الطائعون، الذي لم يذنب يبكي بعد قيام الليل، لا يدري يأتيه الصباح أو لا يأتيه. أتعبهم القيام وأضناهم الصيام، فلما جاء وقت السحر تذكروا ما هم عليه من تقصير، وأنهم ما وفوا الله حقه، وأن حق الله أعظم وأكبر وأكثر. تذكروا وهم يقومون عن الطاعات كأنهم يقومون على الكبائر والمعصيات، فأكثروا الاستغفار بعد الاستغفار وقت الأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أما العاصون يغطون نائمين لا يبالون، كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له؟ ينام السكارى والزناه وأكلة الربا وقاطع الأرحام، يتقدمون إلى النار ولا يبالون، والطائعون يبكون. يقول أحدهم: إلهي وسيدي وخالقي ومولاي، إن نظرت إلى ذنوبي فإني أستحق العقوبة بعد العقوبة، ولكنك أنت الستير فاغفر لي واسترني، ولو كانت لذنوبي رائحة ما جلس إلي أحد من الناس. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. والمستجير محمد صلى الله عليه وسلم، تفقده أم المؤمنين عائشة، تتلمس في الظلام فتقع يداها على راحة قدميه وهو ساجد يناجي ربه: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول إن سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أحبابنا الكرام، بعد هذه المقدمة لا بد من التوبة والرجوع إلى الله على جميع المستويات، حكاما ومحكومين، ذكورا رجالا ونساء، مدنيين وعسكريين، توبوا إلى الله جميعا، هكذا جميعا، لأن الله لو حاسبنا بحقه لهلكنا،
وإنما يحاسبنا بفضله وبره ورحمته لا إله إلا هو. ولو تفحصنا الكتاب لوجدنا الله يقسم الناس إلى قسمين، تائب وظالم ولا ثالث لهما. يقول سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن نقول: تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ونحن الآن نمر في محنة وفتنة، وكما تعلمون أن البلاء لا يكون إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا أوان التوبة. الأعداء في الداخل وفي الخارج، ومكر الليل والنهار، وقد رفع الشيطان لواءه وأحاط به شياطين وشيطانات الإنس والجن، يؤزون الناس أزا، يلبسون عليهم دينهم، يتمسحون مرة باسم الإسلام فيذبحون الإسلام باسم الإسلام، ويخنقون الحرية باسم الحرية، ويهدرون الكرامة باسم الكرامة. وهناك كثير من الشعوب قد سلب منها التوحيد، وعبدت القبور والأضرحة، وأشركت بالله وهي لا تعلم. وهناك مؤتمرات ومؤامرات لاقتلاع الإيمان من صدور المؤمنين، ولكن هيهات هيهات، إن جبال الإيمان في قلوب المؤمنين لا تزول ولا تحول. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان أي وما كان مكرهم لتزول منه جبال الإيمان الراسيات الثابتات، لأن الله هو الذي يثبتها. أحبابنا الكرام، إلى متى يصدر الإنسان في غيه؟ إلى متى لا يعود إلى ربه؟ والله سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، يريد من عباده التوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله، الله يريد والمخلوق يريد، وشتان بين إرادة الله وإرادة المخلوق. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات. انظر إلى هذه الكلمة كيف تستوعب واقع الحياة. شهوة السمع من غناء ومجون وموسيقى ووساوس وهمسات وآهات، وشهوة البصر كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذه الأسنمة للجمال الأعجمية مائلة من فراغها، ولو كانت بها عقول مؤمنة ما مالت ولا أمالت. كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يريدون نزع الحجاب،
يريدون تعرية المرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد لهذا الدين رجالا يحمونه ويغارون عليه ويحفظونه، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عليك أن تتوهم وأنت تمشي بهذا الميل. من يستطيع أن يمشي 3 خطوات؟ حاول أن تنحني إلى الشمال حتى تلمس يدك قدمك، ثم امشي امشي، الناس يضحكون عليك، جانبك يتقطع من الألم، رأسك يدور، لا تطيق التفكير، منظرك مشوه، وعليك أن تتخيل كل الناس يميلون هذا الميل العظيم وهم يمشون. تنقلب الدنيا إلى حركات قرود وليست حركات بشر. الناس كلهم لا يشبهون البشر في مشيهم، وإنما يشبهون القرود، القرود التي تقلد كل شيء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد جعل الله دينه لطيفا خفيفا ظريفا، يريد الله أن يخفف عنكم بالزواج الحلال الطيب المبارك، والنظر الحلال، واللمس الحلال، والكلمة الحلال، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، الله أعلم، يعلم ضعف الإنسان، يعلم ضعف الإنسان، ولكن سبحان الله، الحلال واسع فضيقه الناس، والحرام ضيق فوسعه الناس، تزيين الشيطان. الله يقول عن الأرض: جعل لكم الأرض، سخر لكم ما في البحر. الله أكبر، لكم، ولكن ترك الناس ذلك وأخذوا يتلصصون ويبحثون عن الحرام. أحبابنا الكرام، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن التوبة وعن التائبين؟ اسمعوا، للإنسان ملائكة كتبه، ملائكة تكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. اسمع هذا الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الشمال، أي الملك الذي يكتب السيئات، ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها، ألقاها، أي ألقى السيئة ولم يكتبها، وإلا كتبت 1. وفي رواية يقول ملك الحسنات لملك السيئات: إذا ارتكب العبد السيئة يقول له: انزع، ارفع قلمك، لعله يتوب، لعله يعمل حسنة ب10، تؤخذ 1 وتمحى بها السيئة ويبقى له 9. من يعطي مثل الله؟ ومن يرحم مثل الله؟ والذين إذا ظلموا أنفسهم، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يلا ادفع 1,000,000 دولار واطلب مغفرة ذنب 1، من يغفر؟ هل هناك مخلوق يملك يعطيك صك غفران؟ لا يوجد، لا يوجد، إلا أن تتجه إلى الخالق وتترك المخلوق. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولو كان غفران الذنوب بسعة الأرصدة لدخل معظم الفقراء إلى النار، ولكن الذنوب يعلمها علام الغيوب فيغفرها للعبد، وما أجمل العبد إذا تاب. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة
ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف يكون هذا؟ ذاك يذنب فيرى ذنبه كبيرا عظيما كالجبل، فينكسر قلبه وتدمع عينه ويجدد التوبة، وتراه دائما يرى ذنبه أمامه، يخاف أن يؤخذ، يستحي من لقاء الله، يقوم ويقعد، يدخل ويخرج، كأنه الآن يموت، فيرفعه الله بتلك التوبة ويجدد إيمانه ويزيده رفعة وطاعة. ولعل هناك من فعل الطاعة فاستكثرها على ربه. من فضلك اقلب الشريط. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولو كان غفران الذنوب بسعة الأرصدة لدخل معظم الفقراء إلى النار، ولكن الذنوب يعلمها علام الغيوب فيغفرها للعبد، وما أجمل العبد إذا تاب. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف يكون هذا؟ ذاك يذنب فيرى ذنبه كبيرا عظيما كالجبل، فينكسر قلبه وتدمع عينه ويجدد التوبة، وتراه دائما يرى ذنبه أمامه، يخاف أن يؤخذ، يستحي من لقاء الله، يقوم ويقعد، يدخل ويخرج، كأنه الآن يموت، فيرفعه الله بتلك التوبة ويجدد إيمانه ويزيده رفعة وطاعة. ولعل هناك من فعل الطاعة فاستكثرها على ربه. فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولكن هذا العبد استكثرها على الله، قال من مثلي؟ قال صلي فصليت، قال صم فصمت، قال تصدق فتصدقت، ماذا يريد ربي أكثر من ذلك؟ مسكين مسكين. يذكر أن رجلا عبد الله 60 عاما صياما وقياما، فلما جاءه في المنام هاتف رآه قال تدخل جنة ربك برحمته أم بعملك؟ قال بعملي، ومن مثل عملي؟ 60 عاما قياما وصياما. فحرك الله في عنقه عرقا، عضلة مؤلمة تضرب عليه في الليل والنهار، فلما جن عليه الليل وأراد أن يقوم تحركت، فانعوى عنقه وانكفأ على وجهه وأخذ يتلبط على الأرض من الألم. فلما جاء وقت الصيام أراد أن يصوم فلم يستطع، فسقط على وجهه من الإحياء. فلما مر عليه 3 رأى الرؤيا في المنام، فقال له ما تقول، بعملك أم برحمة ربك؟ قال لا، إنما برحمة ربي. قال يا هذا اعلم إن عبادتك وصيامك وقيامك 60 عاما لا يساوي في ميزان الله حق تسكين هذا العرق في عنقك، قم. فقام من نومه وقد سكن العرق، فانطلق يتوضأ ويصلي ويصوم. أرأيتم أيها الأحباب، إنما أنت بالله وبحوله وطوله، تذكر دائما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا الكرام، والله سبحانه وتعالى رحمة بالعبد، إذا تاب العبد وأناب بدل الله سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله السيئات على عدد السيئات تكون عدد التوبات، وكل توبة حسنة يكتبها الله سبحانه في الميزان، يفتح له رصيد من الحسنات عند توبته. وكما تعلمون أيها الأحباب أن التوبة لها شروط، منها
الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه والندم كلما تذكر الذنب، وأن يؤدي حق الله وحق العبد، أن يؤدي حق الله عليه كالزكاة إذا أخرها، ويؤدي حق العبد أن يتحلل منه ويتبرأ من ذنبه ويدعو له في ظهر الغيب حتى يغفر الله له ويتوب عليه. وكثير من الناس أيها الأحباب لا يأخذ هذا الأمر باهتمام، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين، يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. خذ على سبيل المثال الآن النظرة، عندما يدخل الإنسان في الأسواق يرى النساء يقول هذه من الصغائر، ولكن لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه وهو الله. إن الله هو الذي ينظر إليك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو استشعرت هذا لغضضت الطرف، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، أغض طرفي لأنني أتذكر الجمال الباقي فأضحي بالجمال الفاني، أتذكر جمال الحور، أين جمال نساء الدنيا من جمال الحور؟ أذلك خير أم القاصرات تخالُ مباسمهن البروقة؟ قصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، وترفلن في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأى أنيقا. إذا هبت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون من النور والخير، من النور والخير، من البر والخير نجبا ونوقا، كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوقا. فمن أقام الحقوق في دار الغرور قال له الله يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. واحذر أخي المسلم من تيئيس الشيطان مهما كثرت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تلاحظ هنا يقول الله جميعا حتى يغلق عليك وسواس الشيطان. يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا الشرك فالله لا يغفره. فليتذكر الإنسان هذه القضية: إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. وليحذر العبد من الشرك ظاهره وباطنه، وليعالجه بالتوحيد، وأن يقول دائما وأبدا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ولا يهولنك وسواس الشيطان عند الذنب الذي يريد تيئيسك من رحمة الله. يا بني آدم توقر وتجمل وتصبر، ساءك الدهر قليلا وبما سرك أكثر، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر. تذكر يا أخي المسلم توبة قاتل المئة، كما تعلمون
وكما جاءت في الحديث هذه تزرع في نفسك الرجاء، رجاء مغفرة الذنوب وإن كثرت. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية ثالثة في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، أي أرض الشر، وإلى هذه أن تقربي، أي أرض الصالحين، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. كم في هذا الحديث من معاني، يعني أنت عليك أن تتخيل هذا الإنسان الذي لم يفعل إلا التوبة، غير الله من أجله نواميس الأرض وقانون الأرض. الأرض هذه جعلها تتحرك من أجله، هو إلى أرض الفاسدين قال لهذه تباعدي، فتباعدت الأرض، تحركت بجبالها وصخورها وبيوتها وطرقها كلها، وقال لهذه قربي فتحركت. ومن يأمر الأرض فتطيع غير الله؟ من؟ كما تعلمون أن ابن المقفع جاءه بعض الزنادقة وقالوا له: عارض القرآن، اعمل القرآن مثل القرآن. قال: أجرب، كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك كذا. دخل الغرفة أخذ يكتب، فأظلم صدره وارتجفت يداه وزاغت عينه، فكسر الغرفة وخرج، وإذا طفل صغير جالس تحت شجرة يقرأ قرآن. وإذا يقرأ قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قال: من يأمر الأرض فتطيع ويأمر السماء فتطيع غير خالق الأرض والسماء؟ أشهد أن هذا كلام الله. قال للأرض: تباعدي، قربي، من أجل تائب سبق أن قتل 100 نفس. ولعل سائل يسأل: هذا الحديث يشجع على المعصية، الواحد يذنب ويقتل وبعدين يتوب والمعصية تزيد. نقول له: لا، لو طبق الناس هذا الحديث لانقطعت الجريمة وانقطعت المعاصي. أرأيت يوم أن قال الراهب العابد: ليس لك توبة، زادت الجريمة أو نقصت؟ زادت، كمل 100. ولو قال له الرجل الثالث: ليس لك من توبة، 101. الرجل الرابع: ليس لك من توبة، 102، رايح. لكن لما قال: لك توبة، وقف.
انتهت الجريمة، انقطعت الجريمة بالتوبة إلى الله. إذن أيها الأحباب الكرام، باب التوبة مفتوح. ما لم تظهر الشمس من مغربها، وما لم يغرغر العبد، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، وإذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا فعلينا أن نكثر التوبة إلى الله رب العالمين، لأنه ما تأتي الهزائم إلا بالذنوب التي يستزل الشيطان بها الأقدام. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وكما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فإذا الذنوب والمعاصي تمنع القط، وهكذا المسلمون نراهم يستغيثون يدعون. أذكر والله أنني قرأت بعض أدعية المسلمين لما جاء الاستعمار واحتل بعض ديار المسلمين وفعل فيهم الأفاعيل بعد الحرب العالمية الثانية، عندما احتلت إيطاليا، احتلت ليبيا، وتم احتلال بعد ذلك الاستعمار، احتل تونس والجزائر، واحتل هذه الديار، واحتل مصر. طبعا قرأتم التاريخ، ذبحوا العلماء وأخذوا العلماء بلحاهم وعمايمهم وأخذوا يلقونهم من الطائرات أحياء أحياء. ارجعوا إلى كتب التاريخ في الاستعمار كيف كانوا يأخذون العلماء بالعشرات وبالمئات أحياء يرمونهم من الطائرات. وقصة عمر المختار وما حدث له، والمعسكرات اللي بمئات الألوف للشعب الليبي، ومليون شهيد من الجزائر، وكما فعلوا بالأزهر وذبحوا المسلمين وخاضت الخيول بالدماء. كل المسلمين في ذلك الزمان تدرون ماذا كانوا يقولون؟ اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجنا من بين أيديهم سالمين، اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم. ما في إجابة. ذبح 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 حتى رفعت راية الجهاد فنزلت الإجابة. وأذكر أن بعض المسلمين قرأت لما دخل نابليون في مصر راحوا يركضون إلى المساجد يفتحون البخاري، ما راحوا يركضون للسيف، راحوا يركضون يفتحون البخاري يقولون إن فيه بركة وبركته ستطرد الاستعمار من مصر. إذن أحبابنا الكرام، ننتبه أنه إذا لم تكن هناك توبة صادقة عامة معلنة من كل حرام، ولم يكن هناك التربية على التجنيد والجهاد والإعداد، إعداد القوة لملاقاة العدو، متى استغاث محمد ربه صلى الله عليه وسلم؟ متى سقط الرداء عن كتفه وهو يدعو؟ وهو في بيته؟ أم وهو في مسجده؟ أم وهو على الثكنة بعد أن عبأ المهاجرين والأنصار في بدر وصفهم صفا كاملا؟ إذن هذه حقيقة علينا أن نعيها، وإن من التوبة لا تكون إلا بإعداد العدة لملاقاة الأعداء، وإن من التوبة لا تكون إلا بتحكيم شرع الله وكتاب الله، وإن من التوبة لا تكون إلا بمحاربة العلمانيين الفاجرين الذين يحاربون الفضيلة وينصرون الرذيلة، وإن من التوبة لا تكون إلا بستر النساء والحجز بينهم وبين الرجال. إذن قضية أنني أكتفي بالدعاء ثم أكون سلبياً بعد الدعاء وأرجو من الله بعد ذلك أن يحقق لي ما أريد، هيهات هيهات. الله يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما قال ادع داخل، قال أطلع برا بيتك وعبئ صفوفه وادعي بعدين.
وكما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك، يطلع منك من بيته ومن هني في الغداة في الصبح، إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فلما بوأهم مقاعد للقتال رفع يدينا وأخذ يدعو إلى الله رب العالمين. والله إني أقرأ التاريخ وكأني أراه يعيد نفسه في هذه الأيام في كثير من البلدان. المساجد تضج والصالحون يدعون وكأنهم على الطاغوت يسمون. سبحان الله، كنا نقرأ في الماضي تخرج أمة تستغيث ويأتي بينها أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، في جبينه كحافر المعزة وعلى خده خطان أسودان من دموع الليل، دموع الخشية، مطأطئ الرأس يهمس يقول: إلهي ذنبي كبير فلا تؤاخذهم بذنبي فسقهم، فيثور السحاب من كل مكان. أين هذا الصنف من الناس اليوم؟ آه، من المطعم الحرام والمشرب الحرام والمسمع الحرام والمنظر الحرام، تلك الحجب التي حجبت بيننا وبين وصول الدعاء وإجابته. لا يزال الطغيان في طغيانهم، الطغاة في طغيانهم، يقتلون ويسلبون. أذكر موقف ظريف لطيف، تعجبت من إجابة صاحبه بعد احتلال الكويت. تم اللقاء مع أحد المجاهدين والدعاة الذين يحاربون النظام الذي احتل الكويت في الشمال، وإذا أحد الدعاة من الكويت يقول: طال زمن الاحتلال وإحنا ندعو. فضحك هذا الرجل، قال: تدعو؟ طال زمن الاحتلال لك 100 يوم؟ نحن لنا 10 سنوات ندعو ولا يزداد إلا قوة وجبروت وطغيان، وأنت لك 100 يوم مستكثرها؟ إذا أردت سرعة الإجابة فأقبل على الله وأسرع ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد. ما كان عجيبا أن تسمع محمدا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا وهو القوي وجيشه القوي ودولته المكينة، والرعب جيشان من الرعب يسبقانه شهر وشهرين، ومع هذا ما يتكلم في محضر إلا ويقول: أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أي شرور نفس؟ أي سيئات أعمال؟ وعندك صديقون وأبرار ومبشرون وأنت خاتم الأنبياء وقرنك خير القرون، دائما وأبدا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وين الآن نعوذ بالله من شرور سيئاتنا؟ وين؟ اذكر لي التغيير اللي حدث في حياة الناس، اذكر لي أين التغيير اللي حدث في حياة الناس الآن. هذا الآن انظر على مستوى دول الخليج، والكارثة قد تهدد العالم العربي والإسلامي كله، كارثة يعد لها إعداد ضخم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أين التوبة؟ هذا الغناء لا يزال، والربا يؤكل، والكاسيات العاريات في كل مكان في دولنا إلا من رحم الله. أين التوبة؟ أين التوبة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخرج إلى الناس ويقرع الأبواب والمجاهدون في الجبهات،
فيقول: من يريد حاجة؟ إني ذاهب إلى السوق. فيخرج الأطفال والصبايا خلفه يشترون حوائجهم بالمئات، طويل عملاق وراه أطفال يجرون، يقولون: يا أمير المؤمنين، يعني أنت الخليفة وتتعب نفسك وتروح السوق تشتري لي هذا شعير، تشتري لي هذا قمح، تشتري لي هذا خبز، تشتري هذا لحم، ليه؟ قال: من خلف غازيا في أهله فقد غزا، من خلف غازيا بخير في أهله فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا، حرمتوني من الغزوة فاتركوني أخلف أهلهم بخير. الله أكبر. ويأتي إلى المسلم في الشارع يقول: كيف حالك يا أخي؟ يقول: الحمد لله. فيقول: إنما هذه أردت أن تقول الحمد لله فتكتب في ميزانك فتفرح بها يوم القيامة عند الله. كل الحمد لله تزيد في هذه الأمة إنما تقرب النصر، وكل كفران للنعم إنما يباعد النصر. خذها مقدمة ونتيجة. إن تنصر الله مقدمة ينصركم ويثبت أقدامه. هذه سنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ألا رجعة إلى الله؟ ألا توبة إلى الله؟ إلى قاطع الرحم الذي له والدان لا يعرفهما ولا يصلهما ولا يبرهما، وبر الوالدين يتبارى مع الحج ويتبارى مع الجهاد. أي الأعمال خير؟ إيمان بالله ورسوله، ثم أي الصلاة في وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله. في حديث آخر: الجهاد قبل بر الوالدين. وفي حديث: بر الوالدين قبل الجهاد. مباريات إيمانية وتسابق بين هذه الفرائض. ولا يدري عن والديه. وأذكر أنني كان عندي في العمل رئيس فراشين 6 سنوات ما زار والدته ولا يعرفه، ولعلكم سمعتم أحد الأشرطة لما ذكرت هذا الخبر. استدعيته، خفت على نفسي وعلى مدرستي، قلت له: يا ظالم نفسه، 6 سنوات والدتك تنتظرك على الأقل في رمضان وفي العيد ما تزورها؟ قال: ما أدل بيتها. ليه ما أدل بيتها؟ قال: لأنها ساكنة عند أخوي وأنا مقاطع أخوي، ما أدل بيت أخوي لأني أنا مقاطعة. هذا عذر؟ هذا عذر أقبح من فعل، أقبح من ذنب. ويقدر الله ويموت ولم يزر والدته وهي تبكي وتترقب لقاءه وهي أم. وهناك من الأثرياء الأغنياء قارونيرات القرن العشرين، والله أعرفهم، يتبرأ أحدهم لتعمير الفاو بالملايين، ملايين. قلنا له: يا هذا لك أرحام من نفس عيلتك في وطنك وفي خارج وطنك، لو وصلتهم واقتلعتهم من الفقر والديون. لا 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 لا. وأذكر لما أريد بناء بعض المساجد في الفاو، اشترطوا أن لا يدرس للصلاة فقط، لا يدرس فيها القرآن. جاء هذا في أخبار المملكة العربية السعودية، سمعت هذا بأذني. تبني مسجد ما في حلقات قرآن، تصلي 10 دقائق زيادة، 1 دقيقة تطلع برا، خلاص مؤامرة. أين عبادة الله في صلة الرحم؟ أين؟ أين؟ كم من أخت الآن تبكي أخاها تريد أن تراه. هنيئا من له أبوان يعيشان فيوفق إلى برهما. ولا تعرف حقيقة ما أقول إلا بعد فوات الأوان. بعض الناس أهلهم أمهاتهم في الكويت، يفرك إيده،
آه لو بريت والدتي بكلمة أو لقمة أو زيارة أو درهم، خلاص حجب بينه وبينها وأنت لا تدري. ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأذكر أنني قابلت أحد النازحين من الكويت يقول: أمسيت كويتيا وأصبحت عراقيا، وأمسيت في الليلة الثانية بدون لا هوية لي حتى نمرة السيارة أخذوا. ما هذه التقليبات السريعة خلال 24 ساعة